لكن ايضا الابهار بصرف النظر انه مصري. الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في كلمته نسمع فرحته وهو بيتكلم بمناسبة افتتاح هذه البطولة. رئيس الاتحاد الدولي بقالي 20 سنة وشهرين، ونظمت مئات من البطولات العالم، لكن أنا لو رحنا في أي حتة سواء في أوروبا أو في أمريكا ما كانوش هيعملوا الحاجات اللي اتعملت في مصر. أنا عايز برضو أوجه شكر للسادة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الدكتور أشرف والسادة الوزراء المعنيين بالنسبة لهذه البطولة. أنا متأكد إنها تبقى دي بطولة تاريخية بالنسبة للعالم كله، زي ما حضرتك عارف إن إحنا كل العالم مستنين، لأن كل الاتحادات الدولية واقفة نشاطها وكله بيبقى عامل سبوت على بطولة العالم اللي هنا في مصر. أنا بشكر حضراتكم، مش عايز أطول، وبشكر تاني سيادة الرئيس وبشكر الحضور، وإحنا إن شاء الله كده بطولة موفقة تحت رعاية سيادتك، وبشكر جدا سيادتك، شكرا جدا. بالتأكيد دكتور حسن مصطفى عنده حق، بقاله 20 سنة وشهرين، وهذا رقم قياسي على فكرة عالمي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، لكن لديه كل الحق انه بيشكر الدولة بمختلف مؤسساتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشكر للدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وكل من اجتهد لإقامة هذا المونديال. كل الأمنيات بالتوفيق بإذن الله.